جديده هنا في ستيفلر رياكشن على هوم سينما. النهارده هنعمل تريلر رياكشن جديد هنا على هوم سينما، والتريلر رياكشن اللي احنا هنعمله هو اخيرا الاوفيشال تريلر بتاع مسلسل ما وراء الطبيعه لاحمد خالد توفيق الكاتب، والتمثيل لاحمد امين واخراج لعمرو سلامه. اتكلمنا قبل كده في الكاست والكرو بتاع المسلسل، مش عايز اخش في التفاصيل قوي لان اوريدي اتكلمنا عليهم في التيزر ونسبه ترقبي كانت عاليه في التيزر. متحمس جدا انا اشوف اخيرا الاوفيشال تريلر ان هو هينزل الشهر ده، سوري المسلسل هينزل الشهر الجاي 3 نوفمبر على نتفليكس، ومتحمس جدا ان انا اشوفه اخيرا. التريلر لسه نازل النهارده، مفيش تقريبا من ساعتين ثلاثه، كنت قايل قبل كده في التيزر انا ما قريتش القصه، ف ده هيكون اول تعامل ليا مع احمد خالد توفيق الله يرحمه. وطبعا المسلسل بتاعه اللي هيتعمل بارانورمال او ما وراء الطبيعه. طبعا كالعاده ما اشوفش التريلر ولا مره بتاع مسلسل ما وراء الطبيعه، شفنا التيزر وقيمناه او عملنا له نسبه ترقب عاليه جدا لان التيزر كان حلو جدا. النهارده الاوفيشال تريلر هنتفرج عليه لاول مره، كالعاده ما شفتوش ولا مره، يلا بينا. شفت مين؟ بنت صغيره لابسه فستان ابيض وشكلها عفريته. القوانين الوحيده اللي انا مؤمن بيها بدون اثبات علمي هي القوانين اللي حطها مهندس مشهور اسمه ميرفي، ويجوز تكون حياتي الاثبات العلمي الوحيد للقوانين دي. حبك الاول كان شبع. باقي كل الاساطير بتبدا كده، بيحكي انسان يكرره يتنقل كل يرفض يصدق انه ما حصلش، وده علاقته باللي بيحصل في البلد. لازم تواجهه. رفعت، هل فعلا شيراز ورا كل ده؟ انا رايح اعمل مصيبه يا ماجي. رفعت، في حاجه حصلت لبيت الخضراوي. مالك انت ومال الحكايه دي؟ رفعت، امشي في اتجاه خوفك يا رفعت. اوكي، التريلر شكله يعني طبعا نسبه ترقبي مش هتتغير، هي نفس نسبه الترقب اللي كنت مديها في التيزر اللي هي 10 من 10 بكل تاكيد. انا ما اعرفش اعطيته 10 من 10 تقريبا في التيزر صح، 9 يا 10، بس حتى لو اعطيته 9 في التيزر او اعطيته 10 مش هتفرق ان شاء الله حتى لو اعطيته كام، بس هو طبعا في التريلر نسبه ترقبي هي 10 من 10. التريلر حلو جدا، متحمس زي ما قلت جدا، ويعني انا مبسوط جدا ان فعلا اول انتاج مصري من نتفليكس معمول المسلسل ده، واتمنى ان انا اشوف اعمال تانية سواء لاحمد خالد توفيق او لكتاب تانيين بس يكون بنفس الشكل ده، وخصوصا ان هو حاجه هورر، فده حاجه يعني انا مبسوط منها جدا. اخيرا هتفرج على حاجه رعب عدله مصريه يعني. ومتحمس اكتر للمسلسل ده اكتر من ذا هانتنج اوف بيلي مانر. على فكره ذا هانتنج اوف بيلي مانر نزل من كام يوم تقريبا من 5-6 ايام، بس لسه مع الاسف ما اتفرجتش عليه. طبعا ان شاء الله باذن الله هتفرج عليه وعمل له ريفيو. الواحد بقى له فتره كده مأنتخ شويه بصراحه، سواء في المسلسلات او في الافلام، بس المسلسل ده طبعا اول ما ينزل هتفرج عليه ده بكل تاكيد. يعني الواحد لما ينزل له حاجه زي كده طبعا يتحمس ان هو يتفرج عليها بكل تاكيد يعني. بس زي ما قلت نسبه ترقبي للمسلسل 10 من 10، ما عنديش اي حاجه تانية اقولها عن المسلسل. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم ان شاء الله، اشوفكم في فيديوهات تانية قريب. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقه عجبتكم، وما تنسوش برضو تعملوا سبسكرايب للشانل التانية اللي اسمها هوم الون، هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكربشن، وما تنسوش برضو تعملوا لي فولو ولايك على فيسبوك وتويتر وانستغرام، ولو حابين تدعموا القناه دي ماديا على باتريون وباي بال هسيب لكم اللينكس بتاعتهم في الديسكربشن. وباي باي.